الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إنسان وجبت عليه المغرب والعشاء وهو مسافر وأخرها إلى أن وصل إلى بلده، فما حكم فعله وهل يصليها مقصورة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة قد رتبت على السفر أحكاما، فبما أنك أخرت الصلاة إلى حضورك لبلدك فقد زال عنك اسم المسافر، والقصر من خصائص المسافر، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصلي العشاء كاملة، لأن مسمى السفر قد انعدم في حقك، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم، فالقصر إنما يجوز في مسمى السفر، وبما أنك أقمت وزال عنك هذا الاسم فيجب عليك أن تصلي العشاء كاملة، والله تقبل منا ومنك، والله أعلم.